اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. هذا الموضوع ربما في غاية الأهمية بالنسبة للكثيرين. كثيرون بحاجة لقراءة حقيقة المشهد التركي أو حقيقة الدولة التركية في هذا التوقيت، خاصة أنه العلاقات ما بين تركيا ومصر ليست على ما يرام. ربما تركيا هي التي بادرت بهذه الحالة بعد ثورة 30 من يونيو. هنا قراءات كثيرة جدا مهمة لحال وجهة النظر التركية أو فلسفة تركيا تجاه مصر، أو فلسفة أو الفلسفة السياسية أو نهج السياسي الذي تتبعه إدارة أردوغان. نقاط كثيرة سننطلق منها من هذا العنوان الرئيسي لبعض النقاط التفصيلية، منها حقيقة وجود أحزاب سياسية فاعلة في المشهد التركي، إلى أي مدى مسموح لهذه الأحزاب بالمساهمة في صنع القرار، أيضا مؤسسات صنع القرار داخل تركيا إلى أي مدى لها مساحة من التأثير والوجود. أدعوكم للترحيب بضيفنا الكريم في هذه الفقرة والتي نشرف به للحديث فيها، دكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد. أهلا بك دكتور. سادة المشاهدين، سعداء بوجود حضرتك معنا. وأعتقد أن هذا الموضوع يعني موضوع مهم جدا لحقيقة فهم يعني وجهة نظر تركيا تجاه مصر، خاصة بعد ثورة 30 من يونيو. إذن لنا نبدأ يعني بقراءة حضرتك لحقيقة فلسفة، بين قوسين إذا صح التعبير، فلسفة أردوغان في إدارة تركيا في هذا التوقيت. هقول لحضرتك، خلينا في البداية نقول إن الشعب المصري والشعب التركي شعبين طول عمرهم بينهم علاقات تاريخية لا يستطيع أحد أن ينكرها، أردوغان أو غيره. لكن التغير السياسي الكبير اللي حصل بتولي أردوغان رئاسة الحكم في تركيا، مع ميوله هو الشخصية والأيديولوجية ضد مصر، واخد بالك، أخذت العلاقات المصرية التركية في منحنى آخر. ويمكن ده السيد الرئيس ما بيحبش دايما يعلق على تصريحاته وعلى أساليبه في التعامل أو غروره وغطرسته. ليه؟ لأن الرئيس المصري، ودي دايما عهد الرؤساء المصريين السابقين، عارفين مقام منصب رئاسة الجمهورية، عكسه هو بيتدخل في شؤون دول أخرى، وهذا أمر يخالف القواعد الدولية، واخد بال حضرتك، ومبادئ حقوق الإنسان ومبادئ الرئاسية للدول في كل دول العالم، أنه ممنوع التدخل في شؤون الدول الأخرى، فكل دي مخالفات منه. لكن كل هذا بدأ مع توليه هو رئاسة الحكم في تركيا. يمكن هو بعد ثورة 30 يونيو بالذات، بس هو كانت علاقته كويسة بمصر قبل ثورة 30 من يونيو. ما هو قبل 30 يونيو وبعد 30 يونيو. قبل 30 يونيو النظام اللي كان موجود في مصر ده كان نظام يأتي على هوى أردوغان، لأنهم كانوا يعتبرونه، جماعة الإخوان الإرهابية كانت تعتبر أردوغان هو مثلها الأعلى، أو هو يحكمهم، أو هو الوالي الجديد، واخد بال حضرتك. مصر بعد 30 يونيو بس في هذه الفترة عادت مصر إلى قوتها، وكانت شبه دولة وأصبحت دولة ولها رئيس قوي، وضع أردوغان ووضع تركيا في حدود نصبها. بس في هذه الفترة لا يمكن إنكار أنه أصوات كثيرة جدا تعالت إعجابا بالتجربة التركية ومدحا لما يقوم به أردوغان في تركيا وحقيقة النجاحات التي حققت في تركيا. حتى بعض البرامج التوك شو سافرت إلى تركيا وصورت بعض المشاهد من هناك. يعني كلام حضرتك صحيح جدا في وجهتين، الوجهة الاقتصادية التركية والنمو الاقتصادي التركي اللي عمله حزب العدالة والتنمية كانت محط إعجاب الدول العربية كلها وليس المصريين فقط. ثم جاءت الطفرات السياسية لأردوغان، ودي كل الطفرات دي حصل 13 استحقاق انتخابي من 2002 لحد 2018 ما بين انتخابات نواب وتعديلات دستورية هو عملها، وانتخابات رئاسية، حتى انتخابات بلدية، ودي بلدية عنده، ودي تعتبر 13 استحقاق في المدة دي، طبعا تعتبر نسبة كبيرة جدا. لكن الهدف منها كان يخص أردوغان، إن هو عايز يعمل نوع من الارتفاع بمناصبه، وفعلا عدل الدستور وبقى من رئيس وزراء الى وزراء. فالتجربه الاقتصاديه التركيه كانت تجربه ناجحه بشهاده الدول العربيه كلها بما فيها مصر، لان الشيء الجيد في دوله ثانيه يجب ان ننظر له انه جيد او نتعلم منه لكي نستفيد عندنا. لكن اردوغان نفسه عندما جاء الحكم يا دكتور وعد كما قيل وقتها بزيرو مشاكل او صفر مشاكل، بمعنى انه تركيا لن يكون لها اي مشاكل مع أي جهة ما، وأنه المشاكل ستصفى تباعا. لكن واقع الحال أنه المشاكل بدأت تأتي تباعا. بالضبط. هو حضرتك أي حد بيدخل انتخابات نائب أو رئيس جمهورية بيبقى الوعود بالنسبة له بيبقى فيها سيولة شوية. وهو طبعا وعد الوعود دي وعود انتخابية، حقق جزء منها وأخفق في الجزء الآخر، وأظن أنه هو الذي أتى بنفسه
بهذه المشاكل الكبيرة جدا، منها واخد بال حضرتك مشاكله مع كمال أغلو والثورة اللي قامت عليه والانقلاب اللي هو كان في 2018 في سبتمبر، واخد بال حضرتك، وأنقذ في اللحظات الأخيرة بتدخل دولة كبرى، الدولة الأمريكية التي أنقذته من هذا الانقلاب الذي كان في 2016 في سبتمبر 2016. واخد بال حضرتك، وأنقذ في هذا الأمر إنقاذ غير طبيعي عن طريق أمريكا، حتى كان في الجو وكانت الطيارة بتاعته هتنضرب وأمريكا أنقذته. فهو من أتى كذلك أتى لتركيا بمشكلة كبرى، هو احتلال جزء من شمال شرق سوريا، وكمان انتصر هنا للفكر الداعشي، هو أخرج الدواعش من السجون التركية وأطلقهم. كذلك تدخله في ليبيا، واخد بالها مع بعد المسافة ما بين تركيا وبين ليبيا، كذلك تدخله في بعض الجماعات الإرهابية التي يزج بها إلى الحدود المصرية، مشاكله مع مصر بالضبط. وبالتالي هو من قتل نفسه بهذه المشاكل. طيب، كل هذه المشاكل أثرت اقتصاديا، شوف الاقتصاد اللي كان محط إعجاب الدول العربية والمصريين أصبح اقتصاد يعاني، وبذلك انخفاض الليرة التركية انخفاض كبير، واخد بالها، مقابل الدولار واليورو، واخد بال حضرتك، كل هذه المشاكل هو أتى بها لنفسه. طيب، لم يأتي لها بأحد. ده احنا هنا بنتكلم على شخص ولا في مجموعة حاكمة أو مؤسسة حاكمة بتتبنى وجهة نظر ما موجودة في تركيا؟ وده هجعلني مرة تانية أعيد على حضرتك السؤال، إيه فلسفة الحكم في تركيا الآن؟ وهل هي فلسفة أردوغان فقط ولا مؤسسة ما تدير الأمور في تركيا؟ هقول لحضرتك، النظام السياسي في تركيا بيقوم على التعددية الحزبية، هم عندهم ما يزيد عن 20 حزب. تمام. الأحزاب الممثلة في البرلمان 7، أقواها حزب الإيه؟ العدالة والتنمية، ده بيمثل ب 340 مقعد، اللي هو حزب أردوغان. حزب أردوغان، وده نظام مؤيد للاقتصاد الحر. الحزب الشعبي الجمهوري ده بتاع كمال أغلو عاد 98 مقعد. طب معذرة هنا، الحرية والعدالة فقط، العدالة والتنمية، العدالة والتنمية ده فقط يعني بيحوي أطياف مختلفة من المشهد السياسي التركي، ولا تيارات اللي هي الدينية المتبنية لفكر جماعة الإخوان؟ لا، ما هو العدالة والتنمية ده فكر اسمه كده توجه الأيديولوجي وسطي، يؤمن بالاقتصاد الحر، بعيد عن الفكرة الدينية اللي بيصبغها على نفسه أردوغان واللي بيتفق فيها مع الإخوان المسلمين في مصر كجماعة مسكت الحكم لمدة سنة في غفلة من الايه من الزمن، واخد بال حضرتك. وبالتالي النظام السياسي هناك يقوم على التعددية الحزبية في 7 أحزاب هم المسيطرين على البرلمان. الحزب الأقوى بنسبة كبيرة جدا العدالة والتنمية، لأنه بيمثل بكام؟ ب 340 مقعد. الحزب اللي بعده اللي هو الشعب الجمهوري بيمثل ب 98 مقعد. بعد كده بقيت الاحزاب 70 مقعد و20 مقعد و13. طب ممكن تقول لي الهوى السياسي اللي بقيت الاحزاب كل مثلا عندك الايديولوجيه بتاعت حزب العداله والتنميه زي ما قلت لحضرتك حزب محافظ وبيميل بالاقتصاد الحر. الحزب الشعبي الجمهوري ده بتاع كمال اغلو ده ديمقراطي اجتماعي علماني، واخد بالك، وكمال اغلو يمكن توصيفه بانه معارض لاردوغان. هو ده الحزب المعارض حاليا، المعارض والاقوى في المعارضين لانه يملك حوالي 100 مقعد، واعتقد 98 مقعد بالظبط. اعتقد اغلو انتقد اردوغان في علاقته مع مصر بالظبط، واخد بال حضرتك. بعد كده حزب الحركه القوميه، ده الحزب القومي التركي، واخد بالك، عارف النزعه القوميه اللي كانت في مصر، هو ده يعتبر بيمثل القوميه التركيه، ده رئيسه دوله باخشتالي، واخد بال حضرتك، وده عنده 70 مقعد فقط، يعتبر هو وكمال أغلو يعتبروا 170 مقعد، لكن يبقى التنمية والعدالة متفوقا عليه بشكل كبير جدا ل 340 مقعد. بعد كده حزب المجتمع الديمقراطي اللي هو ده ديمقراطي اجتماعي قومي بس في اشتراك مع الأكراد، في جزء منه كردي، ده أحمد ترك ده رئيس الايه الحزب، عنده 20 مقعد فقط. حزب اليسار زي ما عندنا في مصر هنا أحزاب يسارية عندهم هم، حزب اليسار الديمقراطي ده برضه ديمقراطي اجتماعي يرأسه معصوم نور كير، واخد بال حضرتك. الحزب الحرية والتضامن ده ليبرالي، واخد بال حضرتك، علماني، ده برضه عنده مقعد واحد فقط بيرأسه هابري كورا أنتونو، واخد بال حضرتك. ده تبقى الانتخابات جوية الانتخابات دي آخر انتخابات اللي حصلت في العام الماضي 2018. حزب الاتحاد الكبير ده قومي إسلامي تركي له مقعد واحد بيرأسه محسن أغلو. عندهم طيب بقى أحزاب صغيرة حوالي 13 حزب، واخد بال حضرتك، وعندهم أحزاب، ودي نقطة مهمة بقى، محظورة، حوالي 5 أحزاب. قبل الأحزاب المحظورة دي، محظورة بحكم محكمة الدستورية العليا التركية، طب زي حزب المشهور العمال التركية، فاكره؟
ده كان من اشهر الاحزاب قبل العداله والتنميه. نجم الدين اربكان ده كان فيه، ايوه ده محظور بحكم دستوريه عليا. كذلك حزب الرفاه ده حزب اسلامي، ده برضو اصبح محظور. حزب الفضيله برضو ده كان حزب اسلامي، المحكمه الدستوريه هناك حظرت ممارسته من النشاط السياسي. والحزب الديمقراطي الشعبي ده من اخر الاحزاب الانفصاليه. طيب هستاذنك في الورقه دي بس، لان انا ما لحقتش ادون ورا حضرتك الارقام دي بس، لانه هنا بيظهر سؤال مهم جدا، يعني مع الاشاره اللي حضرتك اشرت اليها منذ قليل انه اردوغان سعى لتكريس سلطات كثيره جدا في يده. بالظبط. لكن الارقام اللي حضرتك بتقولها انه حزب العداله والتنميه متفوق ب 340 مقعد بالظبط على اقرب منافسيه اللي هو حزب الشعب الجمهوري 98، المفروض ان هو علماني 98، طبعا مفيش مقارنه بالظبط بين ال 340 و 98 بالظبط. هل لسان حال الناس هنا لا يزال مؤيدا لاردوغان، وانه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده ربما لا يتخطى حدود التنظير وليس له تأثير مع على أرض الواقع، بمعنى أنه شعبيته لا تزال موجودة في الشارع بدليل أنه هو فاز ب 340 مقعد في الانتخابات اللي هي لسه السنة اللي فاتت؟ بالظبط. أنا وصفت لحضرتك الوضع البرلماني ليه؟ كده خلاص. أنا وصفت لحضرتك الوضع البرلماني ليه؟ لأن الوضع البرلماني هو بيميل أو بيمثل الشعبية، لأن أنا في مصر 110 مليون أو 120 مليون، ما أقدرش أجيب ال 120 مليون في قاعة، فأنا بجيب لهم نواب يقدروا يدخلوا قاعة اللي هو مجلس النواب، فكده ده التمثيل الشعبي. يعني هو كده التلتين الشعب معاه نسبة وتناسب. طب ما دي مفارقة مع التسليم بالكلام اللي حضرتك قلته، ان هو بيسعى لكي يكون بين قوسين ديكتاتورا. يعني ما هو عشان كده وفقا للترتيبة بتاعت المجلس النواب هو يعتبر الحزب الحاكم، وهو الحاكم بأمره، وهو اللي كلمته مسموعا، وهو أقرب للحاكم الدكتاتور، وده التوصيف السياسي للدولة التركية في نظام الحكم بتاعها، بس واخد شكل ديمقراطي. خلي بال حضرتك، ما هو في نظرية، ودي نظرية مهمة جدا، اسمها نظرية الاصطناع الديمقراطي. مش شرط يبقى عندي ديمقراطية، لكن أنا ممكن أصطنع وجه للديمقراطية. يعني حضرتك عايز تقول بشكل آخر، وصحح لي، إن 340 مقعد دول ليسوا بالضرورة تعبيرا عن ارتفاع شعبية أردوغان في الشارع؟ هو وفقا للإحصائيات الرسمية هو تعبيرا عن ارتفاع شعبية حزبه. واخد بال حضرتك، وبالتالي هو وبالتالي الحزب بتاعه طالما هو رئيسه أصبح هو سنده في هذه الشرعية وسنده في هذه الشعبية إلى نجاح النواب بتوع 340 اللي هم نسبة أكبر من التلتين في البرلمان. وبالتالي الإنصاف والحقيقة إن أردوغان أتى بانتخابات وأتى بشعبية وله شعبية في الشارع التركي. تمام. طيب بغض النظر عن أخطائه الجسيمة الأخرى، إلى أي ودي اللي حاسبه على برضه الشعب التركي. الشعب التركي طبعا. وانا طبعا مره تانية يعني اعيد تكرار النقطه اللي حضرتك استهليت بها حديثك، انه هذا النقد الذي ربما تواجهه الان لسياسه الاداره التركيه الان لا ينال من حقيقه العلاقه ما بين الشعب التركي والشعب المصري. لا، اصل الشعوب علاقتها باقيه من الاحوال، يعني واخد بال حضرتك، الشعوب علاقتها باقيه وازليه قديمه وحاضره ومستقبليه. اما الحاكم ربما يتغير في انتخابات تكون بعد عام مباشره. ما الذي يريد اردوغان من مصر؟ يعني اذا معروف تماما كده انه السياسه لعبه مصالح، تمام، في المقام الاول والاخير، تمام، ما الذي يريد اردوغان تحقيقه من مصر؟ بالظبط. هقول لحضرتك، اردوغان عايز مصر دوله ضعيفه، واديك مثال وفقا للسياسه مصالح بتتصالح. حقل الغاز او حقول الغاز الذي اكتشفت في شمال المتوسط، لو مصر ضعيفه هو هياخد الحقول دي زي ما خد دلوقتي حقول قبرص، وبينقب في قبرص، وقبرص عشانها ضعيفة لا تستطيع أن تفعل معه شيئا. لو كانت مصر بالضعف الذي كان يريده، أو كان يريد حكم الإخوان الإرهابية قبل حكم الرئيس السيسي، لكانت مصالحه قد تحققت. أما وجود الرئيس السيسي وتقوية الشعب المصري جنب قيادته مع تقوية الجيش، وأصبح الجيش العاشر على العالم، أصبح هذا أمر يزعج أردوغان في حقول البترول والغاز في البحر المتوسط. ثانيا، أردوغان معروف له مصالح في ليبيا، قوة الجيش المصري وقوة الردع على الحدود الغربية، وإن لما بيحصل أي هجوم إرهابي حتى من الحدود الغربية قوات الجوية بتضرب بقوة في ليبيا، هذا أمر يزعج أردوغان. لا كان يريد أن تكون مصر بهذه القوة الجوية الكبيرة التي تعطل مصالحه في ليبيا، واخد بال حضرتك، وهكذا. فهو إن كانت مصر دولة ضعيفة استولى على حقول الغاز، ضرب مصالح مصر في ليبيا، وخد بترول ليبيا بالاشتراك مع بعض الدول الأوروبية التي ترى أن ليبيا غنيمة
يجب أن تقتنص. وبالتالي أردوغان كان عايز حكم في مصر يا موالي لي زي حكم محمد مرسي يا إما حكم ضعيف، لكن خاب ظنه بأن مصر عادت إلى دولة قوية، دولة فتية بالذات بعد اعتصام وتمسك شعبها بقيادته، وكذلك قيام قيادته بتقوية الجيش بكافة الأسلحة المتنوعة التي أدت إلى أن الجيش المصري يكون الجيش العاشر، والقوة البحرية المصرية من أكبر 7 قوات بحرية. هذا أمر يزعجه وهو لا يريده. حتى وإن كان يزعجه، لكن واقع الحال بيؤكد أن هو ماض في هذا الأمر، بمعنى أن هو بينقب عن الغاز. والنقطة الثانية زي ما حضرتك أشرت، هو بيدعم أطراف التي ترى تركيا أنها بحاجة إلى دعم، يعني ينقب على الغاز في المنطقة الخاصة بقبرص، لكن لم يستطيع حتى الآن أن يقترب من الحدود الإقليمية والبحرية المصرية التي تمتلكها. ما هو تنقيبه في هذه المنطقة ربما يعني يتجاوز ما تم الاتفاق عليه ما بين قبرص واليونان ومصر. إن تجاوز هو يعلم أن القوات المصرية قوية وتستطيع الرد، وعشان كده هو لم يتجاوز حتى الآن، وكل خلافاته والمناوشات تحدث في المنطقة القبرصية في الحدود بينه في المياه الإقليمية. بمعنى آخر يا دكتور، أنه هو هذا التنقيب ينسف بشكل أو بآخر ما تم الاتفاق عليه ما بين مصر وقبرص واليونان. لا، هذا لا ينسف، لأنه بمعنى أنه هو ليس له حق أنه ينقب هنا، ليس له حق أن ينقب لدى الدولة المصرية ومياهها الإقليمية، لكنه هو يرى أنه له حق في قبرص التركية، قبرص الأتراك، فهو وقبرص وشأنهم. أما الاتفاقية المصرية القبرصية اليونانية لم يتعرض لها حتى الآن، هو ينقب في المنطقة الخاصة بالقبرص الأتراك. قوة مصر تمنعه في أن يذهب إلى المياه الإقليمية المصرية أو المنطقة المشتركة لكي ينقب فيها، لأنه يعلم أن الردع سيكون شديد وقاسي، وبالتالي هو يكن لمصر كل هذا الكره وهذا البغض. في الملف الليبي هو ماض فيما يريد أن يفعل. في ملف الليبي طيارات ليبية تركية كتير بتذهب بدون طيار وبتسقط في تركيا، لأنه هو عايز يريد أن يزعزع النظام في مصر عن طريق أي جهة من الجهات، حتى لو عن طريق الحدود الغربية، عن طريق ليبيا، وده مخطط معروف بينه وبين قطر وبين بعض الدول الأوروبية للأسف لزعزعة الاستقرار في مصر. وعشان كده الجيش المصري بيعمل ملحمة كبيرة جدا في أنه هو بيحارب الإرهاب بضراوة، حرب لا تقل عن حرب الاستنزاف قبل حرب 73، بيحارب على الحدود مع إسرائيل، وبيحارب على الحدود الغربية مع ليبيا، ويمكن كمان بيحارب على الحدود في إرهابيين بيتسللوا عن طريق السودان من الجنوب. وبالتالي الجيش المصري بيحارب في 3 جبهات، وبينزل كل يوم ويسقط منه كل يوم شهداء أبرار، لهم كل التحية والتبجيل يعني. طيب أنا أشرت منذ قليل أنه حزب الذي الحزب الجمهوري أعتقد اللي هو بتاع كمال أوغلو، الشعب الجمهوري، الشعب الجمهوري انتقد سياسات أردوغان تحديدا فيما يتعلق بدعم تنظيم الإخوان ومعاداة أردوغان لمصر. إلى أي مدى هذه الأصوات من الممكن أن تكون مؤثرة في صنع القرار التركي؟ ده سؤال كويس جدا وجيد من حضرتك. أنا بعيب على الدول العربية أنها لا تتعامل مع الأحزاب الأخرى وترى أن تركيا هي حزب العدالة والتنمية فقط، لكن يجب على الدول العربية أن تتعامل مع الأحزاب الأخرى الموجودة. حزب عنده 100 مقعد، حزب عنده 70 مقعد، حزب عنده 20 مقعد، يجب أن تتعامل الدول العربية والأنظمة المصرية مع هذه الأحزاب كأحزاب معارضة لأردوغان، لأنه من المحتمل أن تحكم تركيا في يوم من الأيام، لأن أي حزب سياسي هدفه الرئيسي أن يتداول السلطة مع الحزب الحاكم. وبالتالي أنا بقول لحضرتك فكرة جيدة جدا أن حزب الشعب الجمهوري والحركة القومية والمجتمع الديمقراطي التركي واليسار التركي أن تتعامل معهم الدول وتدعمهم، زي ما هو بيحاول كان يدعم جماعة الإخوان المسلمين هنا، إحنا ندعم الأحزاب المعارضة لي لكي يقف في مكانه ولا يتمدد، وكذلك لأن هذه الأحزاب ستحكم تركيا في يوم الأيام. أي دعم حضرتك تتحدث عنه؟ الدعم دايما من الأحزاب بيبقى دعم لوجستي، واخد بال حضرتك، بالأفكار أو دعم اجتماعي أو دعم معنوي أو دعم مادي. نحن لا نستطيع أن نقدم دعم مادي لهذه الأحزاب، لأن هذا يعتبر تدخل من الدولة المصرية في شؤون دولة أخرى، لكن يجب أن نسمع لهم ونجب أن نسمع آرائهم، ويجب أن ننصت، لأنك لما تنصت لهذه الأحزاب وتتولى أفكارها وتنشر أفكارها في الأتراك على مستوى العالم، يعرفوا أن عندهم حزب معارض ربما له أفكار تفوق حزب العدالة والتنمية، ربما له رئيس يفوق أردوغان
في قوة الشخصية أو في فكره الاقتصادي أو الليبرالي أو الحر. طيب هل تعتقد أنه ثمت نقاط تلاقي تلوح في الأفق ما بين مصر وتركيا تحت رئاسة أردوغان ووجود الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ كنا نأمل ذلك، لكن من ناحية المصرية أو من ناحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع شيء واحد نصب عينيه، وهي المصلحة المصرية والقومية المصرية والوطنية المصرية، وفقط أي شيء يتعارض مع هذا الأمر هو لا يلتفت إليه. لكن إن كانت هناك مصلحة مصرية واستراتيجية مع أي دولة في العالم مش تركيا بس، الرئيس السيسي لا يألو جهدا. ويمكن من أكبر الملفات الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي في وجهة نظر حزب الوفد هو الملف الخارجي. شوف مصر لما كانت تولاها الرئيس السيسي كانت الاتحاد الإفريقي منع عضويتها وجمدها، النهاردة مصر رئيس الاتحاد الإفريقي. كانت علاقة الدول الأوروبية بمصر شبه مقطوعة، كانت أمريكا ضد مصر ومع الإخوان المسلمين على طريق سواء، الآن أصبحت أمريكا من أكبر الدول الداعمة ولو شكلا، واخد بال حضرتك، للدولة المصرية. وبالتالي الملف الخارجي ملف جيد جدا، والرئيس لا يألو جهدا في الذهاب لجميع الدول. طيب، في آسيا وأفريقيا وأمريكا وأوروبا وكل المنطقة. كم نقطة كده سريعا برضو لأن احنا بنقترب من موجز الأنباء، هل تعتقد أن السياسة التركية ستتغير جذريا تجاه مصر مع تغير قيادة تركيا الحالية؟ المتبع في الدول التي لم تصل إلى الديمقراطية الكاملة، واخد بال حضرتك، أن السياسة فيها تتغير بتغير القيادة السياسية، وهذا أمر متوقع، لأن أردوغان عامل حالة من 10 سنين حتى الآن. إن تغيرت هذه الحالة في تركيا بتغيره، حتما ستتغير العلاقة المصرية التركية في السياسات الخارجية والداخلية. طيب هل تعتقد أنه أردوغان مستمر لسنوات قادمة في حكم تركيا طبقا لبعض النجاحات الاقتصادية اللي حضرتك أشرت ليها، وطبقا لهذا التواجد القوي لحزب التنمية والعدالة في البرلمان التركي، أم أنه نهاية الرجل سياسيا تراها قريبة؟ الشعب التركي هو الشعب الوحيد القادر على الإجابة على هذا السؤال، إنه هو الذي في الآخر هو الذي يصوت وهو الذي يستطيع أن يقول. لكن أنا شايف إن أردوغان في علاقته الخارجية انتقصت كثيرا من شعبيته، وإن تزايد هذه الأخطاء أو تزايدت هذه الأخطاء الخارجية في سياسته ستؤدي إلى انهيار شعبيته ثم تغيره. طيب على ذكر العلاقات الخارجية، الولايات المتحدة الأمريكية وعلاقتها بتركيا إلى أي مدى أيضا مؤثرة في دعم هذا التوجه السياسي الذي تبناه أردوغان أو تحد منه؟ هل من ممكن أنه أمريكا يعني لها رأي ما في هذا التوجه، أم أنه أمريكا بعيدة عن صياغة السياسة؟ لا، أمريكا لا تبعد عن شيء. أمريكا هي الأب الأكبر للعالم، هي رئيس مجلس إدارة العالم، هي متدخلة شكلا. حضرتك بتسلم بالكلام ده؟ طبعا، لا واضح. السادات زمان، وده بعتبره ثعلب السياسة المصرية، قال إن 99% من أوراق أي لعبة سياسية في الشرق الأوسط تملكها أمريكا. بس الكلمات دي معلش يا دكتور بتثير حفيظة البعض، يعني البعض بيرفضها، بيرفض الاعتراف بأنه أمريكا رئيس مجلس إدارة العالم، أوراق اللعب كلها في يد الولايات المتحدة الأمريكية. يعني البعض ربما بيرى ده شكل من أشكال حلو قوي. أنا موافقك على أن البعض يبقى الأكثرية بتاخد باللي أنا بقوله، وأنا مع الأكثرية في أن هي 99% من أوراق اللعبة. النهاردة تركيا لما دخلت سوريا، أنا في رأيي المتواضع أن كانت بموافقة أمريكية، واخد بال حضرتك، ولما جت وقفت القتال كان برضه برغبة أمريكية لما زارها نائب رئيس الدولة الأمريكي، وبالتالي أمريكا ما زالت لها الكلمة الأولى في العالم. بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور، نسعد دائما وجود حضرتك معنا وهذه الإطلالة. دكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد، شكرا جزيلا لك. مباشرة أو بعد لحظات قليلة لزميل أشرف عبد العاطي وهذه القراءة الموجزة لأهم وآخر الأحداث.